أهلا ومرحبا بكم معلمي ومعلمات مبحث الرياضيات. نقدم لكم هذا الفيديو التوضيحي لملازم أوراق العمل الداعمة للصفوف من الرابع وحتى الحادي عشر. فما هي أوراق العمل الداعمة؟ وما الغاية منها؟ وكيف نتعامل معها؟ وأين نجدها؟ هي مجموعة من التدريبات التي تم اختيارها بعناية من موضوعات الصفوف السابقة والتي يحتاجها الطلبة في دراسة الصف الحالي أو ما يسمى بالتعلم القبلي، ويلي كل تدريب منها مثال محلول حول الموضوع نفسه، كما أن هذه التدريبات قد قسمت إلى مستويين. المستوى الأول يحتوي تدريبات من صفوف سابقة بعيدة عن الصف الحالي، وتعالج المفاهيم التي يحتاجها الطالب في الوحدة التي سيدرسها من الصف الحالي. أما المستوى الثاني فتهدف تدريبات هذا المستوى إلى تعزيز التدريبات الواردة في صفحات أستعد لدراسة الوحدة في كتاب التمارين. ما الهدف من أوراق العمل الداعمة؟ مساعدة المعلمين على سد الفجوات التعليمية وتعويض الفاقد التعليمي لدى الطلبة في الصفوف من الرابع إلى الحادي عشر، وأيضاً تزويد الطلبة بالمعرفة اللازمة للتعلم الجديد مما يعزز قدرتهم على متابعة تعلمهم بسلاسة ويسر. كيف نتعامل مع أوراق العمل الداعمة؟ مع بداية كل درس جديد يحدد المعلم أو المعلمة أبرز المفاهيم والمهارات السابقة والتي لا بد للطلبة من إتقانها قبل البدء بالدرس الجديد، وهنا يقوم المعلم أو المعلمة بتحديد التدريبات المتعلقة بالمتطلبات السابقة من تدريبات المستوى الثاني وتدريبات أستعد لدراسة الوحدة في كتاب التمارين، ويكلف الطلبة بحل هذه التدريبات مع تذكيرهم بالاسترشاد بالمثال الذي يلي كل تدريب. إذا واجه بعض الطلبة صعوبة أثناء حل تدريبات المستوى الثاني وتبين أن فجوة الفاقد التعليمي تمتد إلى بدايات تأسيس المفهوم في صفوف سابقة بعيدة عن الصف الحالي، يتم توجيههم لحل تدريبات المستوى الأول المتعلقة بالموضوع بدعم من المعلم، وبعدها يعود هؤلاء الطلبة لحل تدريبات المستوى الثاني. تجدر الإشارة إلى أن حل هذه التدريبات يكون واجباً صفياً أو بيتياً حسب تقدير المعلم أو المعلمة للزمن المتاح. لنأخذ مثالاً على ذلك، وهو درس النسبة المئوية والكسور العادية من وحدة النسبة والنسبة المئوية في كتاب الصف السادس. عزيزي المعلم، عزيزتي المعلمة، في البداية لا بد من تحديد المتطلبات السابقة لهذا الدرس، وأهمها مفهوم النسبة المئوية ومهارة إيجاد كسر مكافئ لكسر معطى باستعمال الضرب أو القسمة. نقوم في البداية بتوجيه الطلبة لحل تدريبات أستعد لدراسة الوحدة، وتحديداً التدريب المعنون ب النسبة المئوية من كتاب التمارين، ثم الانتقال إلى تدريبات المستوى الثاني، وتحديداً التدريبات المعنونة ب إيجاد كسر مكافئ لكسر معطى باستعمال الضرب وإيجاد كسر مكافئ لكسر معطى باستعمال القسمة في أبسط صورة من أوراق العمل الداعمة المخصصة لهذه الوحدة الدراسية، مسترشداً بالمثال الذي يلي كل تدريب. ولا بد للمعلم أو المعلمة من متابعة حل الطلبة لهذا التدريب وشرح المثال إذا تطلب الأمر. وإذا لاحظ المعلم أن بعض الطلبة يواجهون صعوبة في مفهوم الكسور المتكافئة، يقوم المعلم أو المعلمة بتوجيه هؤلاء الطلبة إلى تدريبات المستوى الأول، وتحديداً تدريب إيجاد الكسور المتكافئة باستعمال النماذج لمعالجة الضعف لديهم. وبعد ذلك يمكن توجيه هؤلاء الطلبة للعودة إلى حل تدريبات المستوى الثاني مع ضرورة متابعتهم وتقديم التغذية الراجعة لهم. ينتقل المعلم بعد ذلك إلى موضوع التعلم الجديد، وهو النسب المئوية والكسور العادية بكل سهولة ويسر. أين أجد أوراق العمل الداعمة؟ تم توزيع أوراق العمل الداعمة في ملزمتين. الأولى تدعم النصف الأول من وحدات الكتاب المدرسي بالترتيب، ومتوفرة بنسخة إلكترونية على موقع وزارة التربية والتعليم وموقع المركز الوطني لتطوير المناهج. والثانية تدعم النصف الثاني من وحدات الكتاب المدرسي، وسيتم تزويدكم بها ورقياً وإلكترونياً لاحقاً بإذن الله.
أعزائي معلمو ومعلمات مبحث الرياضيات، كلكم يعلم أهمية إتقان الطلبة للمفاهيم والمهارات السابقة لأي موضوع جديد سيتعلمونه، ومن هنا تأتي أهمية أوراق العمل الدائمة التي نضعها بين أيديكم. بوركت جهودكم جميعاً ودمتم بخير.